مرة تانية أهلا بحضراتكم. اللي هتشوفوه في السادسة دلوقتي بيعمله مستر بيتسو موسيماني. يعني مستر بيتسو موسيماني بيجيب الجهاز الفني، يجيب مدرب الأحمال، يجيب محلل الأداء، يجيب المدربين المساعدين، ويقعدوا كده يحضروا لكل مباراة، خصوصا لما تكون مباراة مهمة بحجم نهائي السوبر الأفريقي، ويشوفوا شكل الفريق اللي بيتعاملوا معاه، أرقامه إيه، مواطن القوة، مواطن الضعف، وبناء عليها بيحط مستر بيتسو موسيماني تصوره ازاي الاهلي هيلعب المباراه. احنا بنقدم لحضراتكم نسخه السادسه بقى. النهارده هنتكلم على نهضه بركان، ارقام، معدلات الاداء، شكل وطريقه اللعب، طريقه تفكير مدير الفني لنهضه بركان خوان بيدرو بن علي، مواطن القوه ومواطن الضعف في الفريق، واللي ممكن النادي الاهلي انه يستغلها، سواء فيما يتعلق بالقوه ازاي نوقفها، او مناطق الضعف ازاي نستغلها. وما دمنا بنتكلم على ارقام وتحليل اداء ومعدلات اداء، يبقى لازم يشرفنا الحقيقه اثنين من الزملاء اللي انا بعتز دايما بوجودهم معانا في السادسه وبتشرف بوجودهم معايا. محلل اداء رقمي دكتور احمد ثابت. مساء الخير يا دكتور احمد، واهلا وسهلا بحضرتك معانا. مساء النور واهلا وسهلا بحضرتك. وبيشرفني كمان زميل عزيز كريم سعيد رئيس تحرير يلا كوره. اهلا بيك يا كريم، منور الدنيا. اهلا بيك يا احمد، ومساء الخير لكل مشاهدينا في النادي. قبل ما ندخل بس في الارقام والتفاصيل، يعني انا كنت بقول للجمهور في بدايه الحلقه انه الحلقه دي في ثلاث وجهات نظر بتشوفها. وجهه نظر الجمهور بيشوف انها مباراه سهله وبطوله مضمونه للنادي الاهلي ان شاء الله، هكذا نتمناها. وجهه نظر الجهاز الفني اللي بيشوف ان ماتشات خروج المغلوب او البطوله اللي بتحسم من مباراه واحده بتبقى في منتهى الصعوبه وملهاش حسابات وبتدوب فيها الفوارق. ووجهه نظر اللعيبه اللي في النهايه بتشوف المباراه دي مستوى معين من الجديه ومستوى معين من الاداء ومستوى معين من التركيز طول 90 دقيقه، مباراه بين 11 راجل في الملعب و11 راجل في الملعب. انتوا بتشوفوها ازاي؟ ابتدي الدكتور احمد، اتفضل. انا بشوفها طبعا بطوله، يعني مباراه من بطوله من مباراه، يعني حاجه مهمه جدا ان انت تزود دايما عدد بطولاتك، خاصه البطولات اللي يعني اللي بتبقى من مباراه واحده دي بتبقى مهمه جدا. يعني بتكسب بطولات. النهارده عدد البطولات القاريه بتاع النادي الاهلي 21 بطوله قاريه. النهارده لو اخدت البطوله دي ان شاء الله هتبقى 22 فرق اربع، بتقرب اكتر من ريال مدريد اللي هو الاكتر على مستوى العالم. ريال مدريد واخد 26 بطوله، النادي الاهلي ان شاء الله لو اخدها يبقى 22. تحتك بوكا جونيور بتزود الفارق، بوكا جونيور والميلان 18، الميلان اللي رجع خلاص لدوري ابطال اوروبا تاني بقى 18، وبالتالي دي بطوله مهمه جدا. الحاجه الثانيه برضو بتزود عدد بطولاتك في السوبر الافريقي، انت ست مرات، المره دي هتبقى السبعه، تحتك الزمالك اربعه، فبتزود الفارق معاه اكتر. أيه. بالتالي انا دايما انت الفريق الوحيد دكتور احمد اللي خدت السوبر ده مرتين متتاليتين. طب. مرتين صح. يعني مفيش حد عمل الانجاز ده اعتقد. أوه. في فريق واحد انيان بعتقد 2004 2005 خد البطوله مره واحده مرتين. او مرتين متتاليتين، بس مره واحده. انت عملت ده مرتين قبل كده، وخلي بالك حضرتك برضو ان احنا كنا وصيف مرتين. يعني مره سنه 94 ومره 2015. يعني البطوله اللي بتبقى من مباراه واحده دي بتبقى مهمه جدا جدا جدا، وبتزود عدد البطولات القاريه. وان شاء الله ان شاء الله تكون من نصيبنا باذن الله.